قلنا هنا اهوت لما اقول always يعني الحاجه ديت انا بعملها باستمرار، usually بنسبه عاليه، بعدها نسبه اقل شويه، نسبه متوسطه اللي هي sometimes، نسبه فوق المعدومه يعني فوق الزيرو اللي هي hardly ever، ولو زيرو معناها never يعني انا عمري ما بعمل الحاجه دهيت. الجديد بالنسبه لي ان انا لما هاجي اكون سؤال هناوت على اي فعل هقول لك do you ever wear a wig، هل انت عمرك بتلبس باروكه؟ لو yes هتقول لي yes I always، او yes I usually، او yes I often، او yes I sometimes. نقول تاني، لو هجاوب بيس هجاوب بيس واستخدم معها always او usually او often او sometimes، امال لو بجاوب بنو هستخدم يعني معاها يصير حسب اللي جاي لنا في السؤال ولا اي حاجه من عندنا كده خلاص. يا حبيب قلبي انا هختار yes لو مديني sometimes او often او usually او always. امتى هقول no؟ لو عندي كلمة hardly ever او never، يبقى انا عندي اجابتي بنو مربوطة بكلمتين بس، نو مربوطة بكلمتين لانهم يحملوا معنى النفي، بقول no I hardly ever أو no I never، no hardly ever أو no never، hardly ever أو never. تمام، تعالوا نشوف الكلام ده بيقول لي. هنا طبعا جزئية المضارع البسيط بستخدم وير أو ويرز، قلنا وير مع I أو we أو you أو they، ويرز مع he وشي وإت أو المفرد. تمام، طيب باجي هنا بنراجع من الحتة دي كده على جزئية المضارع البسيط، بقول لك do you like، بتقول لي yes I do أو no I don't، do you yes I do أو no I don't. إنما لو بسأل مع he وشي وإت هسأل بدوز، وبعد do أو does دايما الفعل في المصدر، بعد do أو does مصدر. طيب تعالى كده نشوف أهو السؤال، أهو ده الجرامر بتاعنا، ده الجرامر اللي عندنا في اليونت كله. does he ever أو does she ever ثم المصدر. تمام، يبقى أقول does he ever drive، does she ever boot، does he ever drive، does she ever boot، عشان أقول yes he does أو no he doesn't، yes she does أو no she doesn't. ولكن ماذا أفعل لو أنا عاوز أجاوب إجابة كاملة؟ لو هجاوب إجابة كاملة ما فيهاش does ولا doesn't، يبقى لازم أستخدم ظرف تكرار من اللي موجود عندي اللي هي yes he، هقول له yes he إيه هنا وهو مديني النسبة دي؟ always. وهنا هقول له yes he إيه؟ usually. usually. وهنا هقول له yes he إيه؟ often. وهنا هقول له yes he إيه؟ sometimes. وهنا بقى قلت له يس ولا نو؟ نو. وهنا قلت له يس ولا نو؟ نو. يبقى مع hardly ever أو never بستخدم نو، مع hardly ever أو never بستخدم نو، وبعد نو يجي لي حاجة من اتنين، يا إيه يا إيه؟ hardly ever أو never، hardly ever أو never. يعني إيه كلمة hardly ever؟ معناها بالكاد أو بالعافية، بالكاد أو بالعافية، يعني لأ، يعني لأ، يعني لأ. تمام؟ يبقى تاني تكوين السؤال بالنسبة لنا، هلاقي ever في السؤال، ever في السؤال، أما never في الجواب المنفي، never في الإجابة اللي أولها no، زيها hardly ever برضه بتيجي بعد no. أنا بستخدم do مع اليو والوي والآي والزي، إنما does مع هي أو she أو it. بعد do أو does مصدر زي listen، مصدر زي put. تمام، جزء إيه الجرامر من كتاب المدرسة. do you ever listen to music، do you ever listen to music؟ هقول له yes I always، yes I usually، yes I often، yes I sometimes. إنما لما أقول هنا no هقول له no I hardly ever، no I never، يبقى no hardly ever، no أيضا never.
ده مع مين؟ مع الاي عشان اقول له listen. امال لو قلنا does he ever بعد do does listen اهو مصدر. طيب عشان اقول له yes يبقى اقول له yes he always listens, he listens, he listens. طب ولو قلنا no يبقى اقول له no he hardly ever listens. he معها الاس مع no بستخدم حاجة من الاثنين يا hardly ever يا إما كلمة never. تمام قلتنا بعد do does don't أو doesn't مصدر. حتى يا سيد لو موجود عنده always sometimes, حتى لو موجود عندي 20 always و 20 sometimes, طالما فيه do أو does don't أو doesn't يأتي الفعل في حالة المصدر. تعالوا نلعب. Hello, may I to Ahmed, please? Speak. May I speak? What time he be back? Well, الثانية ده هي. He isn't in, right? No. Now. I am sorry, I don't. No. No. Can you message? Take. Can you take? وقلنا نفرق ما بين take و talk. أنا عايز take اللي هي be. Sure, who is calling. ING, calling. He always fears. دي جملة امتحان, دي جملة امتحان. بيبقى عندي 8 جمل في الامتحان, يجي لي جملة او اتنين على الاقل بيسألوا على الاس, بيسألوا على الاس. He always wears. He never drives. Always is the opposite of. Never. Do you ever on makeup? Put bass. Yes, I listen to music. بيقول لي مية. Always. Yes, I make friends. Usually. Yes, I get sunburn. Often. No. Hardly ever. بالنسبة ديت. عمر always plays. We never sign autographs. على حسب حفظ الكلمات اللي عندي. جزئية الجرامر مرة تانية اهيت عايزني ابدأ اطبق باستخدام ال always او usually او often او sometimes او hardly ever او حتى كلمة never. تمام ما عادش بيجي لي صور في الامتحانات, كل تركيزي على جزئية الكلمات وأيضا جزئية الجرامر. هيتبقى أن إن شاء الله بس القطعة اللي موجودة على اليونت اللي هي بتتكلم عن ألكسندرية, وطبعا من القطع المهمة جدا في المنهج ده هنشوفها الحصة اللي جاية. أوكي برضو للناس اللي عاوزة تراجع أو تزود الجرامر بتاعها, عندي هنا بيج 84 اللي بيتكلم بيج 84, هراجع على جزئية حروف الجر, حروف الجر وأدوات الاستفهام اللي موجودة زي ما هي مشروحة قدامي بالمنظر ده, استعدادا للحصص اللي جاية إن شاء الله. أي سؤال؟ في واجب يا سير؟ في واجب يا سير؟ بقول لك يا سير. نعم. لو سمحت بس يا سير, أنت تعرف الامتحان هيجي لنا إزاي؟ لا ما أعرفش. طيب يعني انت بتسأل في ايه يا رحيم؟ امال انا كنت بشرح ايه من اول الحصة يا رحيم؟ يا رحيم ايوه يا سير معاك. يا حبيبي انا مش قلت لك